بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين. إن شاء الله النهاردة في هذا الفيديو هنقول لكم كم شجرة نخيل في مصر، ويعني هنشرح لكم بالتفاصيل إن شاء الله في هذا الفيديو. لا تنسى أن تشترك في هذه القناة وتضغط زر اللايك وتفعل زر الجرس عشان نوريكم كل أخبار الطبيعة الجميلة، الخضراء بالسوق، حاجة يعني بسم الله ما شاء الله، حاجة يعني في قمة الجمال وقمة الروعة، حاجة جميلة جدا ورائعة بسم الله ما شاء الله. لا تنسى طبعا أن تصلي على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. يلا بينا نبدأ الفيديو. طبعا تعد مصر يعني فيها نخل كثير جدا جدا جدا. طبعا تقع كم شجرة نخل؟ تقع 15 مليون نخلة و500 ألف نخلة، ما يعادل 15 مليون نخلة و500 ألف نخلة، ده ما يعادل النخل الذي يوجد في مصر. وبس كده حبيت اقول لكم هذه المعلومات المهمة والمفيدة، وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.